أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، توفي والدي رحمه الله وأموات المسلمين ولم يستطع الحج، هل يجوز لي أن أحج عنه؟ ومتى يكون ذلك؟ وهل علي أن أحج أولا عن نفسي ثم عن مأجورين؟ نعم، يجب عليك أن تحج عن نفسك أولا ثم تحج عن والدك، وهذا من البر به، هذا من البر به. وإذا كان توفرت عنده شروط الحج ثم مات ولم يحج، فإن الحج يكون باقيا في ذمة دين، في ذمته يحجج عنه من تركته، فإن لم يكن له تركة أو أنت تبرعت من عندك حججت له، فهذا من البر، وهذا ينفعه إن شاء الله. نعم.